إذا قيل لك، إذا سئلت عن شيء فهل أقول الله ورسوله أعلم؟ فقل له قول الله ورسوله أعلم إذا سئلت عن شيء مما يكون في الكون فلا يجوز، لأنه لا يعلم ما في الكون إلا الله. أما إذا سئلت عن أمر شرعي فهل تقول الله ورسوله أعلم؟ الذي دلت عليه الأدلة كما عند البخاري أن تقتصر فتقول الله أعلم، لما دل على ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم عن آية فقالوا الله أعلم. أما في حياته صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن أمور شرعية فالصحابة رضي الله عنهم يقولون الله ورسوله أعلم، أما في الأمور الكونية فلا يقال هذا، لا في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم.